مولودية الجزائر صاحبة المرتبة الثالثة ب 36 نقطة، بينما يحتل فريق اتحاد بن عباس المرتبة ما قبل الأخيرة ب 17 نقطة. وطبعا فيه الفريق اللي راه يحاول يستغلال النقط للبقاء، والفريق يحاول باش يفوز باش يبقى مع الصدارة. مع الصدارة، وهذا هو شيء مهم بالنسبة للفريقين، يعني الأهداف متباينة ومختلفة، فريق يبحث عن يعني الخروج من المنطقة الحمراء وفريق يريد أن يزحف إلى المقدمة. دابا نذكر بتشكيلة الفريقين بالنسبة لاتحاد بن عباس، أو عفوا مولودية الجزائر: شوشي، حشود، بابوش، زدان، بشري، مترف، غازي، قاسم، جاليت، ياشير، بوغاش، في الاحتياط ولي، يعلاوي، بن سالم، عطفان، داود، بصغير، وجميل الحارس الثاني المدرب السيد مناد جمال. بالنسبة لاتحاد بن عباس: بن موسى في حراسة المرمى، صايم، بالهادي، خليل، عزيز، بن عطية، لبيوض، حميش، بنوة، البحاري، بخاري، الأحمر، عبو، بوغنجا، قادة، بن ياسين، عيساوي، غضبان، الغول، والغول هو الحارس الثاني، وزياد، المدرب السيد مختار عساس. إذن تنطلق بعد لحظات تحت إشراف ميال فاروق، ميال فاروق حكم هذا اللقاء. ستنطلق إذن المباراة بين الفريقين، بين فريق اتحاد بن عباس ومولودية الجزائر. قلت ميال يساعده كل من قرري مقران الحكم المساعد الأول، سمسوم إسماعيل المساعد الثاني، الحكم الرابع بشير محمد الأمين، بشير محمد الأمين، ومحافظ اللقاء السيد غربال ميلود. إذن على الصورة السيد ميال الذي يطلب من الجميع احترام طبعا دكة الاحتياط والوقوف على كل صغيرة وكبيرة في هذا الميدان الهائل والرائع في جو ربيعي وطقس هائل اليوم، يساعد اللاعبين على الأداء الممتاز. نعم شعبان، الحكم ميال ينتظر خروج أنصار اتحاد بن عباس وجمعية مصالحة الأنصار والروح الرياضية التي رفعت راية الروح الرياضية هي المنتصرة إن شاء الله. هذا ما نتمناه، الروح الرياضية وفقط في هذه المقابلة في الجولة 21. نذكر أن فريق اتحاد بن عباس يحاول في هذا اللقاء أنه يكون ند للند أمام مولودية الجزائر عبد الرحمن، لأنه فريق اللي يحتل يعني مركز يعني خطير جدا بالنسبة يعني للفريق، لأنه يحتل المرتبة ما قبل الأخيرة ب 17 نقطة. وهذا يدل على أول شيء نقول الحالة نتاعهم، رغم نقول الإمكانيات البشرية، لأن في الميدان ممكن المستوى يتقارب ويتناسب، ولكن الوضعية تاع الفريق بالعباس ما يكون في ورقة على حرجة، ونقول راح ينقص التركيز، راح ممكن السرعة تكون تغلبوه، ممكن أشياء كثيرة لما يسمعلوش باش يكون معناتها يكون في راحة، ولما اللاعب ما يكونش في راحة المستوى تاعو ينخفض بكثير. الزملاء التقني قبل قليل يعني فيه راح تكون الصراعات بين جاليت هداف مولودية الجزائر ب 11 هدف، وحميش من جانب اتحاد بن عباس، صايم من جانب اتحاد بن عباس في الدفاع، وخالي الى جانب بابوش وحشود وصدام وبشيري من مولودية الجزائر. يعني نقول اليوم راح يكون فيه الحراسة المضروبة على اللاعبين يعني الممتازين، وراح تكون مهمة الدفاع سواء بالنسبة لاتحاد بن عباس أو مولودية الجزائر صعبة جدا حقا. أنه حتى أكثر نقول أكثر من جانب الاتحاد بن عباس ضروري يمسك مهاجمين خطيرين يتميزوا بمهارات كبيرة، منهم أول شيء جليت كراس حربة، لهذا نظن الثنائي خليل ومعزيز راح يكون عندهم شغل كبير، وخاصة مع بوغاش ليتان ممكن راح يكون خطير على 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 شماله. وبطبيعة الحال الدفاع بالعباسي راح يشتغل بالكثير.
صعب، وإن تنطلق المقابلة بعد الأمور التي سويت تماما وإخراج الجميع. طبعا شيء نقول عليه نقطة إيجابية وإيجابية جدا، هي لافتة لتحمل كما قال شعبان طه، تحمل الروح الرياضية، ومحاولة من جانب اتحاد بن عباس، تدخل شوشي فوزي في هذه اللقطة الأولى لصالح اتحاد بن عباس، طويلة طويلة يستعيدها الدفاع، لكن هناك يشير، يشير خطير جدا على الجهة اليمنى، يدخل منطقة العمليات وإخراجها من دفاع اتحاد بن عباس. وقف هذه الكرة في وسط الميدان عن طريق حميش، ثم بنو بل بن عطية عبد المجيد، لا نعرف بن عطية عبد المجيد، لاعب سابق لمولودية وهران ولاعب وسط ميدان البحاري، البحاري بل لا رقم 9 بخاري وبوغش حاج، دخل، تبقى الكرة دائما لصالح فريق اتحاد بن عباس على الجهة اليسرى، من هناك تمريرة بل توزيعة، وشوشي، شوشي كان أسرع من البحاري، الكرة ترجع لجليد، مترف حسين، مترف حسين بهذه الكرة لجليد، يتفوق عليه الدفاع، لا يتفوق جليد، الكرة لصالح يشير، يشير يشير، وانطلاقة وإخراجها بصعوبة من جانب فريق اتحاد بن عباس. أنا كنت في البداية أخ شعيب كنت منتظر باش قوقاش يبقى في الجهة اليسرى، معناتها وين يتميز في هذا المكان، وتجليت كراس حربة وعشيرت قلت راه على اليمين، ولكن لما تشوف هما راس حربة اثنين، كان يشير مع جليت كراس حربة اثنين، وبوقاش يرجع شوية الخلف باش يكون الرباعي تاع وسط الميدان. نعم فعلا هذا الشيء اللي ربما لاحظوا السيد عبد الرحمن المهداوي، بدو الانطلاقة، وحميش، حميش خلي اللعب يتواصل، قوية من حميش، قوية وركنية هايلة رائعة، لقطة يعني لقطة جميلة، لقطة جميلة جدا، هذا حريش، هذا بين اللي عنده شمال قوي ويتميز بفنيات لما ياخذ القرار باش يسجل من بعيد، ويعرف لي كاين شوشي في المرمى، هذا يدلي هذا اللاعب هذا عنده مستوى، مستوى وتسديده قويه، ثم ركنيه، تدخل الدفاع عن طريق بابوش، بابوش يخرج مره اخرى، القائد بابوش، ثم جليت، جليت وتمس لمن، بل هناك خطا من جانب جليت، وروح رياضيه عاليه لحد الان، شوف كيف التدخل كان بتقديم الرجل وما بدون عمد، مش متعمدة، في اثنين حبوا يمسكوا الكرة وبطاعة الحال قدم الرجل، بن عطية في هذه الكرة ذكرت بن عطية هو تنشي مالي من بالعمق طويلة ناحية الهجوم، تدخل حشود، ثم شوشي، شوشي والخطأ من شوشي في هذه الكرة، البحاري أمام شوشي، الحكم يعلن عن مخالفة لصالح الحارس شوشي فوزي، أحسن الحراس على المستوى الوطني شوشي في موسم يؤدي فيه رائع مع فريق مولودية الجزائر، والمحاولة في وسط الميدان، الكرة لحريش، ثم نازيز لاعب شباب بلوزداد سابقا، سابقا طبعا، وشاب كان تان في المنتخب الوطني العسكري، شاب ما عنده يتميز تان، هي حتى القامه نتاعو ماهيش طويله، وكان عنده قفزه من احسن القفزات، ومحاوله مدرسه الشبيب بالوزدان. ايوه نعم، ترجع الكره للحارس، حذاري، ولمسه يد، لمسه يد المساعد الحكم، رفع رايته، وفيه في انذار لبوغاش، حق بوغاش، لمسة يد، شوف الإعادة عبد الرحمن، أيوة حقا حقيقة كان في حقه يعني بوغاش بالخبرة تاعو، بالخبرة تاعو متعمد، عفوا أيوة، متعمد، هذه ما تكون يد متعمدة فيها في إنذار حقيقي، حتى لو تشوف تتابع، لأن الحاكم ميال راه يتابع
ويتنقل تان على حساب كره وراه موقف على معناتها راه متركز مع المباراه. نعم السيد فاروق ميال والمحاوله لصالح شوشي مباشره للحارس حارس مولوديه الجزائر. نقول ان فريق وانصار اتحاد سيدي بن عباس اليوم حضروا بكثره لمؤازره فريقهم الى جانب انصار فريق مولوديه الجزائر لتنقلهم الاخرين من اجل تشجيع فريقهم و طبعا مؤازره مولوديه الجزائر في هذه المواجهه اللي قلنا عليها الصعبه للفريقين. بن عطيه بن عطيه في وسط الميدان حريش ومليحة وفي خطأ في خطأ خطأ على اللاعب صايم رقم 40 صايم خطأ ثم ينفذ هذا الخطأ ناحية وسط الميدان البحاري تدخل بشيري تدخل بشيري أمام بحاري صعبة الكرة عبد الرحمن. أيوة صعبة وحتى تحس لي شوف هذه اللقطة بصدر دار أشياء جميلة ولكن المدافع كان أسرع منه أسرع وفضل الركنية أحسن. شوف المحاولة هذه صعبة رأسية من بخاري تخرج إلى 6 أمتار أمام زدام أمام الزدام اللي اصطدمت به الكرة وركنية أخرى. حتى تشوف اللاعبين معناتها ما فيش المراقبة معناتها شديدة. شوف هذه اللقطة وأرضية في القائم الأول ترجع لفريق شباب أو اتحاد بن عباس. محاولة طويلة بن عطية من هناك يرجع هذه الكرة الصعبة ثم مباشرة لصايم بن عطية للحارس بن موسى حارس بن موسى سفيان وإعادة للميدان طويلة البحاري يرجع برأسية ثم انطلاقة سريعة جدا لفريق اتحاد بن عباس. ما فيش خطأ ما فيش الحكم خلى اللاعب متواصل. لا عايش عادي أي شيء عدم تنسيق في الهجوم عند المهاجمين بن عباس وضيعوا تن خطأ على بوغاش. هي في الحقيقة مخالفة لأن جاء من الخلف وشوية كان شوية قاصحة كحركة. نعم بالهدي اللي كان وراء هذه اللقطة ترجع لحشود على الجهة اليمنى في محاولة للعمل و يعني التحكم في الكرة خاصة في وسط الميدان من جانب غازي مترف وكذلك بابوش على الجهة اليسرى لكن فيه نقول انتشار جيد لفريق اتحاد بن عباس لحد الان. مترف ليحة من مترف يفتح مترف ناحيه بوغاش وتدخل دفاع اتحاد بن عباس ترجع الكره مباشره لا خرجت الى التباس للبلوه. دخلنا بعد الدقيقه 8 دقائق شفنا لقطه من احسن اللقطات كتمريرات المعامله ما بين اثنين خاصه المترف اللي كان ينشط فيها ومحاولة من فريق مولودية وحاليا يلعب بالعباس راه يدافع تقريبا في 9 في تقريبا الجانب التكتيكي معناته في الدفاع يرجعوا الى 4-5-1. نعم هو فيه واحد فقط هو البحاري في الهجوم كان وخمسة في الدفاع وأربعة في وسط الميدان. ايوه فريق المولودية وشي واضح في الميدان واضح في الميدان طويلة ترجع هذه الكرة صعبة خطيرة الحارس بن موسى الحارس بن موسى يسترجعها ويمرر ناحية البحاري أمام بشيري يتفوق عليه بشيري بابوش ومترف ترجع الكرة في وسط الميدان ناحية يشير لا بعيد عليه هذه الكرة. شوف أخ شايب لما تشوف فيه نوع من الضغط على وحلول معناتها ما هما الوسائل اللي حصل على النتائج ولما النتيجة تتغلب تشوف الفريق فيتري ما يقدموش ولا يمسكوا الكرة أكثر من ثلاث تمريرات فقط شوف دوك شوف لأنه الضغط على حامل الكرة يعني راه شديد والمراقبة شديدة تمنع لكل فريق طرفين باش يمسكوا كرة جماعيا تصعب لهم معناتها في تغيير وفي تضييع كرة بسرعة في كرة
عن طريق الابيض. طويله تدخل دفاع مولوديه العاصمه بل جاليت ولي تدخل واخرج هذه الكره الى الركنيه، وراح تكون الركنيه الرابعه لصالح اتحاد بلعباس. تنفذ في القائم الثاني شوشيك، هذه كل هدف كاد يكون هدف بالنسبة للاعب البحاري. وشوشي هناك خدا نقول غلق الزاوية، يعني غلق الزاوية، كان منتظر الكرة تجي في يده، لكن ما الكرة نقول خدعته التراجيكتور، خدعته بباش صاب خرج بدون ما يشعر، حتى منعه كما يقول منع من هدف حقيقي. وبوغاش ويلا وعليا ترجع لياشير، يشير فيه عمل لكن الحكم سيد ميال قريب من اللقطة. بوغاش ينطلق سريع جدا أمام معزيز، يخرج هذه الكرة إلى الركنية، ركنية لصالح مولودية الجزائر في هذه المباراة. معزيز على الصورة، هو فيه معزيز اللي كان يلعب المنتخب الوطني الجزائري، الوالد نتاعو معزيز اللي كان في المنتخب الوطني، هو مشى بالميدالية الذهبية في العاب البحر 75، نعم في العاب البحر الابيض المتوسط. نعم. وهذا الوالد نتاعو معزيز الخليفة تاع بوه. اذا من الوالد الى الولد، والمحاولة في وسط الميدان ترجع كرة لبلهدي أو صايم، وفي منطقة بلدية الجزائر حذاري باموش، ثم مباشرة إلى ستة أمتار، ستة أمتار للحارس شوشي البحاري. اليوم نقول أنه رأس حربة حقيقي وراه في المركز الحقيقي، ممكن اليوم نظن أنه في لياقة بدنية حسنة ويحوم و يجول ويصول أمام مرمى الحارس شوشي. بن عطية ثم سايم وبالهدي طويلة ومباشرة لبونوا، بونوا يسترجع هذه بخاري، ترجع لبونوا، بونوا فتحة طويلة وتسديدة، لكن تدخل الدفاع عن طريق حمزة صدام. ترجع كرة لصالح فريق اتحاد بلعباس، ما فيش تسلل، ينطلق على الجهة اليمنى في محاولة يفتح، ثم لمسة يد القلقة، شوف القلقة وتسرع هوي التسرع، هو لو كان معناتها في حالة أخرى كان يمسك الكرة ويعمل بهدوء بهدوء حتى يقول لك في الكرة، لما الجانب النفسي معناتها الناس تغلب على مهمة المباراة ويتخلاوا على اللعب، طلعت أشياء غريبة في الكرة، في كرة القدم حتى لو كرة تجيك سهلة تجيك في رجليك وانت معناتها يعني باش تمسكها ترميها إلى أي مكان. نعم، الكرة لغازي، غازي كريم قلب الأسد، يعني اللي يقول عليه انه تمريرة مباشرة للخصم. حامل الماء بالنسبة لمولودية الجزائر غازي، يعني امكانيات كبيرة ومحاولة، لكن من هناك معزيز يرجع كرة، ترجع لمترف حسين، مترف بالعقب ناحية بابوش، بابوش راح يستنجد من الحارس شوشي، لا يفضل يمد كرة في وسط الميدان مباشرة إلى بن عطية. وحريش تباطأ نوعا ما ويتحصل على التماس اللاعب بخاري، كرة لابن عطية، ابن عطية هو اللي يوزع كرات البحاري من هناك لكن إلى الست أمتار. حقيقة يلعب دور كبير ابن عطية، ما هوش موزع لعب لأن، ولكن هو المنظم اللعب، هو اللي يوجه اللعب. خاصة الجانب التكتيكي تحس حق والمركز نتاعو يسمح له باش يوجه اللعب، يغير او يرجع الخلف او الامام او الى اخره، وحقا هو كما يقول لك اللي يوجه اللعب الهجومي. خاصه الكره لوسط الميدان وحشود، بوغاش ترجع لقاسم، قاسم ناحيه صدام،
قدام بابوش، بابوش جاليت، جاليت في محاولة منه للعمل مع مترف لكن ترجع لي بن عطية. وشي اللي جميل بالنسبة بن عطية كنا نتكلموا عليه، شوف هذه اللقطة عرف كيفاش يمسك الكرة ويحافظ على الكرة، معناتها مرة يكسب الكرة ويحافظ على الكرة جماعيا، وللأسف ما فيش متابعة مع الزملاء تاعو. الكرة لصالح فريق اتحاد بالعباس، يخرجها بصعوبة خالي، اللاعب خالي أخرج هذه الكرة إلى التماس. هو كما ذكرنا تلمون عليه قال من مدرسة بالعباس، هو مع مع اللاعب بنوة، بنوة نعم أيوة. من مدرسة، من مدرسة بالعب، معناتها في الفريق هذا اللاعب اللاعبين اللي خرجوا من مدرسة النادي هم اثنين في المجموعة كاملة. نعم. حتى في المولودية ما فيش لاعب خارج من مدرسة المولودية، ولكن بالعباس فيه اثنين خارجين من مدرسة بالعباس. المولودية فيه يعني مين؟ فيه لاعب داود، لكن احتياطي، احتياطي نعم. لكن احتياطي نتكلم على يعني ايوه ايوه اي كاحتياطي لا نتكلم على في 22 اللي في الميدان اللي هو واحد من ابناء الفريق. ايوه الفريق يعني بديت الجزائر، وطبعا امور لحد الان نقول حتى بن سالم، في بن سالم، بن سالم نعم، بن سالم وداود، والمحاوله لصالح فريق اتحاد بالعباس يرجع الكرة هذه ومباشرة أرضية للدفاع، يستنجد بخالي ثم معزيز من هناك يفضل يمد كرة في وسط الميدان لرقم 31 بنوة، بنوة يفتح ناحية البحاري يوقف هذه الكرة، ليحة من البحاري قوية، تدخل بابوش وخطأ، خطأ على واحد من لاعبي فريق اتحاد بالعباس ابيض بعد اصطدام طبعا وارتقاء. ذكر انه فريق طبعا فريق اتحاد بالعباس وفريق مولودية الجزائر اربح خارج ميدانه طبعا في شلف، نعم اربح اربع لقاءات يعني هذه من 10 مجولات يعني خارج ميدان، وربح 4 مقابلات، تعادل في 3، انهزم في 3. لا يعني يسافر مليح بحري مع سجل 10 وتلقى 9، هذا فريق مولودية الجزائر يعني خارج ميدانه. ايوه خارج ميدانه، هو خارج ميدانه يدل على يدل على نقول قوة الفريق، لان نعم. لما يكون فريقي قادر هذه ضربة اللي كانت في المستوى تاع حريش اتحاد بالعباس يعني لعب 10 مقابلات ربح 3 مقابلات خارج ميدانه، تعادل في 2 وخسر 5. هذه ممكن الحالة تاع الحالة الصحية غير جيدة بالنسبة لاتحاد هذا لأنه حتكون مخالفة صعبة قوية. شوشي، شوشي تصدى لها، خبرة عند الحارس ولكن مرتين شوشي. نعم تبان لي الكرة كانت لو صعبة، لو شوفها بالإعادة يعني تصيب صعبة الكرة خاصة مع كما يقولوا مع الربع. نعم هذا نعم. فما ما حبش يمسكها لأنه أيوة. لو مسكها راح كان ممكن تخدعه. نعم والكرة خداعة خاصة في العشب الصناعي. نعم الكرة ليشير وسط الميدان، قاسم حشود على الجهة اليمنى يوقف هذه الكرة، حشود عبد الرحمن ابن مدينة العطاف يلعب لهذا الفريق، ومحاولة لجليد ترجع كرة في وسط الميدان عن طريق بخاري، والحكم يخلي اللعب متواصل، راح يوقف هذه خرج الكرة مباشرة فعلا أحسن ما فعل قاسم وحريش. طبعا نقول شوف المعاملة، لا حتى المعاملة الطيبة، معاملة طيبة تاع الحاكم اللي قال ما فيش خطأ وخليت اللعب وبهالطريقة يهدي الأمور، معناتها حتى اللاعب يكون زعلان يوقف هذا. لما يقول التحكيم البسيكولوجي تقريبا يعني لما حتى الحكم بشر يخطئ ويصيب،
ممكن انه ما شافش اللقطه والمحاوله للبحاري لاحى بالعقب من البحاري لكن تفوق بشيري. بشيري تفوق وناحيه قاسم. لما يكون عندك مدافع ذكي في اللعب شوف قرا اللقطه تاع البحاري قراها اللقطه ومسك التمريره اللي كان فيها حقيقه اللقطه جميله. الكرة لبابوش على الجهة اليسرى يفتح ناحية اليشير لكن الكرة تمر مباشرة للبيوض. البيوض بن عطية البحاري ما فيش خطأ فيه عمل من الجانبين. البحاري ربما اللي حاول انه بطول قامته لياقته البدنية يتفوق في هذه الكرة لو يعني ما سقش وكانت يعني ريتورني إيه لكن يكون فيه يعني بعض من اللاعبين شويه يحبوا يضيفوا اشياء ممكن يحبوا يغلطوا في اللقطه. لو كان يركز روحه مع الكره ما كان ممكن يمسكها ويسجل الهدف ولكن هو قال دوك ممكن يدير خطا او الحاكم يعطيني ضربه جزاء او او او. الدقيقه 22 ترجع كره في وسط الميدان لحريش ثم بن عطية حقيقة موزع منشط لوسط الميدان للهجوم ويرجع للدفاع ويرجع كرات وبوغاش طويلة من بوغاش شوف بطريقة نوعا ما عشوائية ترجع للحارس شوشي. شوشي مد كرته لأنه ما فيش مراقبة بالنسبة لبابوش. غازي يرجع لمن لبابوش وبابوش في الاتجاه ناحية معزيز ثم قاسم. حشود عبد الرحمن حشود وقاسم كرة في وسط الميدان راح تكون ناحية من ناحية بوغاش أو جاليت توق في الكرة هذه واصطدام بين اللاعبين إن شاء الله سلامات على اللاعبين جاليت والحارس بن موسى سفيان. شوف كيف كانت الاصطدام اصطدام عادي ولاعبين فيتني يلعبوا الكره اصطدام نوعا ما. طبعا الحارس لابد عليه انه يرتمي على هذه الكره واللاعب حاول انه يكسب الكره هذه لانه التوزيعه كانت ذكيه من قاسم. هي اللاعبين الفرق في تنيني راهم يتشابوا في النوعيه تاع اللعب يلعبوا يغيروا كرة قصيره كرة طويله خاصه على عمق المهاجمين في تنين كي البحاري على مع جهه بالعباس مع بن عطيه وقاسم وجليت عده مرات يحاولوا باش يعطوا في العمق. شوف كره صعبه وخطيره هذه الهجمه محاوله لصالح فريق ومحاوله يضيعها بخاري. كان شويه قويه يعني التوزيعه كان احسن لاعب كان احسن حتى شوف له في وضعيه شوف المدرب في وضعيه كان يكون وقفوا كانوا جالسين كان يعني اللاعب اللي كان ماشي بالكره كان في وضعيه احسن للتسديد ربما كان ممكن يسددها لان تقرب من الهدف قرب من الباب يعني يفتح كانت كل شيء كان ما عنده حتى كما يقول لك حاجز باش يعمل تسديده. الكره ليشير ثم ترجع من دفاع الاتحاد بالعباس من عطيه بخاري والكره لفريق الاتحاد بالعباس عن طريق بن عطيه. استرجاع الكرات كلها في خاصه في المكان اللي صعب يعني والمحاوله لفريق الاتحاد بالعباس يمرر ناحية بنوة على جهة يسرى ثم خطأ من حشود من قاسم عفوا رقم 8. إذا خطأ في هذا المكان ظن أنه اعتراض ما هوش اعتراض ولكن وقف في الجرية لما يوقف في الجرية دار مخالفة لا في حق الحاكم وكان قريب من اللقطة الحاكم ما في حتى شك. فاروق الكرة صعبة والحارس جوشي ماهوش سهل المنال يعني في الكرة هي والله الكرة ممكن لا بالنسبة للجوشي ولكن الكرة الثالثة صعبة ايوه الكرة الثابتة كلهم صعاب خاصة انه
ما تعرف ممكن تصادم مع لاعب مدافع او أيوة. مهاجم نعم. والكره راح تكون زيدوا احتر الرياح شويه لصالحهم لان نفس راح تكون صعبه في هذه المخالفه. وفي الدقيقه 25 محاوله شوشي دخل، كان فيه وضعيه تسلل، كان فيه وضعيه تسلل. يا سلام يا سلام بالنسبه لشوشي، لا لان لو شوف الحارس اللي داكي استعمل الرجل لان كان ممكن يكون عنده خطا لو مسكها باليد. نعم. وممكن يتلقى الكره، فضل الرجل فضل الرجل، وهذا شيء جميل. نعم في وسط الميدان عزيز، لا بل ترجع لي بن عطيه وبعزيز، معزيز كرات صغيره حريش، ثم الكره لمترف، خطا على مترف، خطا على مترف حسين صاحب اليسرى الذهبيه نقول، لانه يمتاز بيسرى قوي. هو كي بن عطيه عندهم اسره في القمه. نعم. في لمس الكره، في التمريره، في يحسن الفلس يعني. أيوة. حاولة طويله صدام وشوشي، واللاعبين اللي عندهم يتميزوا نعيطوا كما قلت ليكوشي اللي يتميزوا اكثر بالشمال، معناتها عندهم حاجه خصوصيه اللي يبرزوا فيها ويتميزوا فيها ويبقوا ممكن يختلفوا بكل لاعبين. اذا ذكرنا هذا سي عبد الرحمن مهتم نقول انه اليسار يعني اللاعب الاشهر. أيوة. يعني يشبه الى حد بعيد كذلك الملاكم الاشهر، لانه الملاكم اليساري صعب. يساري صعب. يعني اليسرى هي كلهم هما كله بصفه يعني عامه اللي عنده يسار. نعم. ويتميز فيه ويمسكه ويحسنه. نعم. هو خطير، خطير جدا، خاصه في القذفات. نعم. إذن والضربات، قذفه وضربه. والمحاوله لبخاري، ترجع الكره حريش يوقف هذه الكره، راح يفتح ناحيه البحاري. نعم. طويله، تدخل الدفاع عن طريق زدام، حمزه زدام اللي رجع يعني مكانه الاصلي بعد طبعا يعني الاصابه اللي تعرض لها، ويعني نقول ما لعبش تقريبا مرحله الذهاب تقريب لانه كان فيه اصابه. المحاولة لفريق اتحاد بالعباس بخاري، ومن هناك محاولة لفريق اتحاد بالعباس عن طريق بخاري دائما، ويخرجها اللاعب حشود عبد الرحمن لحالي بنوة وتدخل غازي، يعني ما يخلوش الكرة تمشي لداخل منطقة العمليات. فريق المولودية يلعب لما يكون يهاجم يلعب بعدد كبير، ولما يكون في الدفاع يرجع. لا تشوفهم كلهم مراجعين حاليا، كلهم في وسط الميدان، كلهم خارجين. امتصاص الحرارة، خاصة امتصاص حرارة فريق اتحاد بالعباس على الجهة اليسرى بمحاولة خطيرة جدا، يتدخل الدفاع عن طريق بشيري ثم بوغاش، بوغاش أمام يشير ما توصلش هذه الكرة، ترجع لحريش، حريش بين ثلاثة لاعبين ما يتفوقش، لكن بن عطية يمد كرة جميلة على الجهة اليسرى يحاول. غريب مرتين هما اللعب بدون مراقبة والمكان كله فارغ، وخطأ لقاسم. لا الكرة ما توقفتش، الحكم يقول تعاد هذه الكرة حتى توقف من مكانها. حكم السيد فاروق ميال ليدير لحد الآن المقابلة مع مساعديه بامتياز. وعلى الجهة اليمنى حشود عبد الرحمن، حشود ناحية يشير، يشير والمحاولة صعبة لمولودية الجزائر، جاليت والهدف، والهدف من مترف حسين في الدقيقة أو في دقيقة 29، هدف لصالح مولودية الجزائر، هدف لصالح فريق مولودية الجزائر بعد خطأ في دفاع اتحاد بالعباس. خروج غير موفق من عبد الحارس، يعني نقول خروج غير موفق أولا للحارس بن موسى، والعمل اللي كان ذكي من جانب عناصر فريق مولودية الجزائر. وشوف التمريرة تاع بوغاش بالعقب
بالعقيده جاني. ايوه بالعقيده تاع الجليد حقيقة. هذه لما الشيحنة اللي نقولوه لما فيه صراع ما بين مدافع ومهاجم، الحارس ضروري يجلس في المرمى ما يخرجش، هكذا خدا القرار باش يخرج باش يمسك الكرة. خروجه كان غير موفق، ولما تخرج من الكرة وتخرجوا من المنطقة بطبيعة الحال تتعرض إلى الهدف. فرحة لأنصار فريق مولودية الجزائر بهذا الهدف. ترجع كرة ليشير على الجهة اليمنى ودفاع اتحاد بن عباس اللي خري هذه الكرة تخرج إلى الستة أمتار وللحارس بن موسى سفيان. إذن العقب من جاليت مصطفى، والهدف كان من مترف حسين اللي كان تابع اللقطة كما يبغي. غازي كريم ترجع لمترف، ثم بابوش في وسط الميدان يفتح مباشرة على الجهة اليمنى لحشود عبد الرحمن. خطير لما يسدد بقوة هيلة قوة، ولكن تدخل موفق للحارس بن موسى سفيان من بعيد، يعني من حوالي 35 متر، يعني بتسديدة كانت ربما تكون في الزاوية اليسرى للحارس. وأول مرة حشود يصعد إلى الهجوم، أول مرة بعد 30 دقيقة بس يصعد، لأنه يتميز بالتسديدة من بعيد، انتظر حتى يسجل هدف باش يكون في راحة ويرجع إلى اللعب العادي. وممكن دركا هذا الهدف هذا راح يساعد أكثر مولودية الجزائر، لأنه راح ممكن نفسيا اتحاد بن عباس راح تأثر بهذا الهدف. لأن كانت سابقا كانت هي يعني مولودية في نفس المستوى. كانت هي تنحكم فيه تكافؤ في اللعب، ما فيش حتى مشكلة. ولكن بعد الهدف يا ترى ما هو رد فعل تاع اتحاد بن عباس ومجموعة اللاعبين، وما هو تان ما رد فعل تاع مولودية الجزائر باش تحافظ على النتيجة هذه. إذا مترف في تنفيذ الركنية باليسرى أمام طبعا صعود مجموعة من لاعبي مولودية الجزائر مليحة، وكادت تخدع الحارس. شوف اليسرى بل الحكم يقول الكرة خرجت. سعد الحكم رفع رايته قال ان الكره خرجت. نشوف صح في القائم مين خرجت. لا هو قال خرجت، ولكن هي خرجت؟ ضربت في القائم يعني. ايوه، والكره تبقى لصالح فريق اتحاد بن عباس عن طريق بنوة، لكن مراقبه ومحاوله لفريق اتحاد بن عباس في وضعيه التسلل، في وضعية تسلل وإنذار. حريش يبدو لاعب تلقى في يعني الوضعية بين يعني وضعية تسلل، هي وضع تسلل صفر كي صفر كان في حقوم يوقف اللاعب وما وقفش اللاعب كان وإنذار. إنذار لمن يا طه؟ لاعب بنوة مهاجم بنوة رقم 31. إذن بنوة بنوة عبد الصمد. ايوه نعم، بنوة هو اللي تلقى الانذار البطاقه الصفراء بعد التدخل امام شوشين. نشاهد انا واحد. نعم جليت كان داكي باش يرجعها بالعربي، وبطبيعه الحارس يا خروج غير موفق من الحارس. الحارس خرج من المرمى، وهذه نذكر ان حتى لما يكون مدافع مع صراع مع مهاجم، ما الحارس ضروري يبقى في مكانه. نعم، ما يخرجش يبقى العكس، يبقى في انتظار. لما يكون وحده لواحد مع المهاجم هذاك النهار يدبر على حاله، ولكن هكذا هذوما الاخطاء اللي صعب الامور. بوغاش وقاسم في وسط الميدان. غازي ثم قاسم، والمحاولة لفريق اتحاد بن عباس. هذه اللقطة ترجع من كريم غازي يبحث عن الجهة اليسرى والموجود بابوش من اللاعبين الأكبر سنا في فريق مولودية الجزائر قائد الفريق. الكرة ترجع لحريش ثم ويلة من صايم، ولكن التدخل من مترف يشير. ضاعت منه هذه الكرة وترجع لدفاع أو لبن عطية. يشير وخطأ من يشير.
خطأ من يشير والحكم ليال يكون أمام هذه الوضعية ويحاول فض النزاع طبعا بين اللاعبين، خاصة لما يتعلق الأمر بالمخالفة كهذه. إذن الأمور تمشي على حالها، ومحاولة من جانب بن عطية، بن عطية عبد المجيد، وكاد يسجل، هدف لولا التدخل. لا ما فيش يعني تدخل، كانت جانبية، وكاد يكون هدف تعادل. كان ممكن لو يكون داخل المرمى، معناتها في على في المرمى كان ممكن يخدع الحارس. الكرة لفريق اتحاد بن عباس في وسط الميدان، كريم غازي ترجع مباشرة للدفاع عن طريق حشود، ثم حشود وغازي كريم، قاسم. أيوة. قاسم ويشير في انطلاقة سريعة، لكن معزيز يسترجع هذه الكرة ويتحصل على مخالفة بعد طبعا بالهادي اللي ربما تعرض لمخالفة من يشير. الكرة للبحري، زدام حمزة، وطبعا خالي أثر يعني الهدف، كانت أثر به كثير فريق اتحاد بن عباس لما سجل الهدف في الدقيقة 30، يعني تأثر كثير بفعل هذا الهدف لأنه كان يلعب أحسن قبل يعني تسجيل الهدف. أيوة. مولودية الجزائر، و بن عطية، طويلة من الدفاع، بشري كان أسبق وأسرع من البحاري. جعلت مصطفى معزيز، برأسية، ثم كريم غازي وقف الكرة هذه. بابوش، في وسط الميدان ناحية من دون انتظار، لكن الكرة إلى التماس ولصالح فريق اتحاد بن عباس عن طريق صايم، بن عطية. حقيقة بن عطية علامة كاملة بالنسبة لهذا اللاعب، لبيوض ثم بنوة، رجع اللاعب بنوة على الجهة اليمنى لما كان يلعب في الجهة اليسرى، وحاليا رجع إلى الجهة اليمنى، يعني ربما المدرب غير له المكان حتى يكون فعال أكثر يعني. وتقص من طرف غازي ثم ترجع لفريق اتحاد بن عباس، فيه بوغاش اللي رجع تماما لدفاع الخلف، يرجع الخلف هو ويبقى يخلو لاعب واحد في الخلف. بشيري، ومحاولة قوية هائلة رائعة من عساوي، كان يعني بدون إطالة دون انتظار، يعني لما جاته الكرة شوف اللقطة لما تكون جميلة لما يكون فيها السرعة في التنفيذ في في الحركة، وهذه لقطة جميلة في الحقيقة، وهذا الشيء اللي كنا رانا ننتظروا فيه، ولكن تجيك لقطة في ممكن لو نحسب الشوط كامل في لقطتين أو ثلاثة الأقل اللي كانوا في المستوى المطلوب. نعم. في هذه المباراة كلهم للأسف تضيع كثير من كرات وتعطيل. و شوف بن عطية هذه التوزيع مليحة، ترجع من حشود، يرجع الكرة لفريق مولودية الجزائر عن طريق بابوش، جاليت أرضية، لكن بن عطية من هناك، بخاري، بنوة وشاعر بالكرة هذه، مد كرة لكن صعبة لزميله ويسترجعها الدفاع عن طريق صايم، ثم خالي، وربما راح يكون هدف من بخاري. لا، ضاعت منه هذه الكرة، تبقى الكرة لصالح فريق اتحاد بن عباس، دخول منطقة العمليات، وراح يكون البطاقة الصفراء للاعب بخاري، إذن المحاولة كانت صعبة جدا
ونقول أن هذه الأشياء التي تحدث هنا من طبعا منصة التعليق، إذا لا بأس. نذكر أنه تقع إنذار اللاعب رقم 9 اللي هو بخاري، محاولة كانت صعبة على فريق مولودية الجزائر. هذه قريبة. ومجيد بن عطية، محاولة لبوغاش، ترجع كرة لفريق اتحاد بن عباس اللي رجع كرة مباشرة للعب للحارس بن موسى، ومن هناك لعب مترف. مترف هو الذي كان وراء هذه الكرة، ثم في وسط الميدان لفريق اتحاد بن عباس عن طريق بن عطية. بن عطية عبد المجيد لبنوة، دخول منطقة العمليات وتدخل دفاع مولودية الجزائر، وللاعب بنوة رقم 13 لبيوض. لبيوض في هذه الكرة دون تركيز في التوزيعة، ما ركزش كما ينبغي في هذه التوزيعة، والكرة تمشي لشوشي مباشرة بعد المحاولة من جانب اتحاد بلعباس. ترجع الكرة في وسط الميدان لمترف، ولاعب وقع على أرضية الميدان، إن شاء الله سلامات على اللاعب لاعب اتحاد بلعباس في هذه اللقطة. طبعا كان فيه استلام فقط من حريش، بين حريش ومترف رقم 8، ومترف اللي يحمل رقم 23. إذن الكرة لمجيد بن عطية، بن عطية مجيد في توزيعة راح تكون بالعمق، والدفاع بالعمق فعلا، وتدخل الدفاع وشوشي. يعني رغم ذلك أنه اللاعب رقم 13 اللي هو لبيوض برأسية عبد الرحمن، لحد الآن الأمور يعني تسير بشكل جيد بالنسبة لفريق مولودية الجزائر اللي خرج الكرات ويعرف الوقت اللي يدافع والوقت اللي ربما يحاول أنه يغطي منطقته كما ينبغي. غازي كريم يمد كرة ناحية قاسم، قاسم على الجهة اليمنى، حشود، حشود انطلاقة على اليمنى، يراوغ الأول، ثم فيه محاولة يفتح مباشرة للحارس بن موسى سفيان، وإعادة للميدان من جانب فريق أو من جانب الحارس البحاري. خطأ على البحاري من بشيري. بن عطية، بن عطية عبد الرحمن، شوف العمل اللي قام به حشود على الجهة اليمنى، وتدخل الدفاع، ثم محاولة مباشرة إلى 6 أمتار بعد مرور 44 دقيقة من الشوط. طبعا من الشوط الأول النتيجة هدف لمولودية الجزائر، 0 لفريق اتحاد بن عباس منذ دقيقة 30 من الشوط الأول. طويلة هذه الكرة، يرجعها الدفاع عن طريق صايم، ثم بخاري. بخاري اللي كان قول ضيع فرصة من ذهب، فرصة من ذهب لما يمشي وراسه وراس الحارس. نعم. ومرام تتساءل لماذا كان وش حب يعمل. نعم. كان الأحسن كان يسدد بدون ما يتعطل، ولكن وشنو الميدان هو يغير الميدان لما يكون بعشر صناعي يغير الاتجاه تاع الكره. شوف المحاوله هذه لفريق اتحاد بن عباس عن طريق حريش، ليحة من حريش، كره كليه هذه. شوف اللقطه الثانيه
فريق اتحاد بالعباس عن طريق حارش الأولى باليسرى والثانية باليسرى وشوشي كان بالمرصاد في هذه المرة. حقيقة لاعب يتميز بالركلات القوية ودقيقتين من الوقت البدل الضائع اللي يحتسبه حكم هذا اللقاء السيد ميال فاروق. إذن يخرج اللاعب خارج الميدان غازي كريم يخرج خارج الميدان حتى طبعا لأنه تلقى الإسعاف لابد أنه يخرج ويعود يدخل بعد أو تكون العودة بتاعه بعد قليل. وغازي كريم ميال فاروق واللاعبين المهم أن المقابلة إن شاء الله ما تخرج من الإطار تاعها. الروح الرياضية العالية بين الفريقين والأمور تمشي كما ينبغي لحد الآن. وكرة لفريق اتحاد بالعباس طويلة طويلة والبحاري من هناك البحاري يوقف هذه الكرة ترجع للدفاع محاولة طويلة وشاوشي شاوشي وتدخل مباشرة من الحارس شوشي وخطأ خطأ على شوشي اللي ربما راح تكون اللحظات الأخيرة راح تكون اللحظات الأخيرة طبعا لهذه المقابلة التي يعلن في النهاية. وبونوة هذا اللاعب الشاب اللي ابن مدرسة سيدي بن عباس. نذكر أن فريق اتحاد سيدي بن عباس فائز بكأس الجمهورية أمام عملاق من عمالقة كرة القدم الجزائرية عفوا وهو شبيبة القبائل يعني في وقت يعني كان هناك الحارس بن عبد الله الوحلة تلمساني عبد القادر حفاف يعني مجموعة كبيرة من اللاعبين لاعبي اتحاد بن عباس لفريق نقولوا فريق المكرة اللي ينتمي لهذه المنطقة ومدرسة حقيقية في كرة القدم. ويتمجوا تان بالأنا بالمناسبة نذكر المدرب العريق عبدي جلالي اللي عبدنا. كان هو من مدرسة بالعباس وتان خلى لمسة في هذا لاعب يعني سابق ومدرب هذا تان بالمناسبة كما يقول نحيو كل مدربين تاع المنطقة بالعباس ونحيوهم بالروح اللي كما يقول لك اللي ماسكينها في الغرب لأن يحافظوا على الكرة ويحافظوا على اللعب الجماعي والفرديات هذا شيء جميل. وتاني في حقيقة والله بالعباس هي لو مدرسة بكل جانب مدرسة الحكام مدرسة فيهم بالعيد في لاكان الإخوان فيهم زرهوني السابق الحاج زرهوني اللي نحيوه والله ما عندي أخبار تحية طيبة سلم كل أسرة رياضية والكروية بالمناسبة. وحقا لما تشوف هذا الشيء جميل الملعب وناسها بصفة عامة حتى الشعب تاع بالعباس يستحقوا باش هذه المنطقة تكون غنية على الغنية ونتائج إن شاء الله يسمح لهم باش يبقوا في الدرجة الأولى دون أن ننسى طبعا مدرسة الملاكمة بمدينة سيدي بن عباس. إذن المهم نرجع للشوط الثاني هذا بعد تحية للمدربين واللاعبين السابقين وحشود على الجهة اليمنى يحاول أنه يفتح يمد لغازي هذه الكرة غازي يبقى محافظ على كورته ويتحصل على مخالفة. نذكر فقط بتشكيل الفريقين شعبان نظن ما فيش تغيير بالنسبة للفريقين في خلال الشوط الثاني هذا لحد الآن ما فيش تغيير عبد الحفيظ والفريقان يلعبان بنفس تشكيل المرحلة الأولى. إذن شوشي بالنسبة لمولودي الجزائر في حراسة المرمى حشود رقم 27 15 بابوش 25 زدان 13 بشيري
23 متر في 6 ورقم 6 غازي، 8 قاسم، 17 جاليت، 21 ياشير، و99 بوغاش حاج. والمحاولة لصالح فريق بلدية الجزائر عن طريق بوغاش في محاولة ويتحصل على تماس. إذن في الاحتياط والي بلال رقم 10، يعلاوي بن سالم، عطفان داود بصغير، وجميلي الحارس الثاني المدرب السيد جمال مناد بمساعدة زميتي فريد. ومع طبعا الفريق اتحاد بالعباس اللي دخل بنفس التشكيلة، بن موسى سفيان الحارس رقم 16، 40 صايم، 2 بالهادي، 19 خالي، 4 معزيز، 6 بن عطية، 16 بيون، 8 حمير باللاعب اللي ذكرناه قبل قليل، وكان يعني من أحسن لاعبين في الشوط الأول، راميش، و 31 بنوة، 22 بحاري نصر الدين، و 9 بخاري بابوش قائد الفريق. في الاحتياط الأحمر عبو، قادة بن ياسين، بوغنجا، عيسوي، غضبان، الغول هواري الحارس الثاني، وزياد المدرب السيد مختار عساس، أشرف مختار عساس على العارضة الفنية لفريق اتحاد البوليدة منذ على ما يبدو 3 مواسم. سيد عساس الكرة إذن خطأ في وسط الميدان لصالح بخاري. وتحس لي اتحاد بالعباس باقيين معناتها، تحس لي راهم مركزين في اللعب، راهم يمشوا تمريره قصيره احسن من الشوط الاول. شوشي على الصوره وخطا وتنفيذ هذه المخالفه. نذكر بحكام هذا اللقاء السيد ميال فاروق، قراري مقران، سمسوم اسماعيل، لحم من بعطيه، وفيه اعاده للمخالفه. ما كانش في إعلان عن تنفيذها، قلت الهدف الذي سجله فريق مدينة الجزائر كان في الدقيقة 30 من الشوط الأول عن طريق اللاعب مترف حسين. يشير تحصل على تماس، يشير سريع جدا، اللاعب المغترب هذا اللي كان في اتحاد الحراش، لاعب سريع جدا على الجهة اليمنى، كان سجل في المقابلة السابقة 2 هدفين. أيوة، وتحس لي رجع راحته، صاب الراحة في المولودية أكثر من اتحاد حراش. هو لما جاء كانت عنده صعوبات باش يتأقلم في اللعب تاع الاتحاد الحراش، وفي المولودية حاليا حقا مع مناد. شوف محاولة من بابوش صاحب الركلات القوية والتسديدات القوية، لكن مباشرة إلى 6 أمتار، والحارس يرجع هذه الكرة بن موسى. يشير بوغاش، والمحاولة لفريق مولودية الجزائر عن طريق مترف من هناك يحافظ على كورته، وتبقى الكرة لصالح فريق المولودية. جاليت مصطفى في مراوغة، في إحدى المراوغات، محاولة لصالح مترف حسين، ومحاولة لكن الحارس كان أسرع بعد التدخل من حشود عبد الرحمن اللي رجع بسرعة. بن موسى سفيان، ترجع الكرة لبوغاش، يشير بعيدة إلى التماس، تماس لفريق اتحاد بالعباس. طبعا تمر تقريب 6 دقائق من الشوط الثاني، النتيجة هدف لمولودية الجزائر لا شيء لفريق اتحاد بالعباس. ومن عطية، ناحية بنوة، ويتدخل حشود. هذه الكرة ترجع في كورتين فوق أرضية الميدان. الحكم الرابع السيد غربال ميلود دخل ويطلب من ملتقطي الكرات أنه يعملوا بجدية من أجل استرجاع الكرات طويلة ناحية البحاري. الكرة مازالت صعبة على الحارس، من لكن في وضعية تسلل، في وضعية تسلل من بخاري. شوف مساعد الحكم اللي يرفع رايته علن عن تسلل. شوف نقول فيه وضعية يعني
واضحة ظاهرة ما فيش يعني كان في شدة معناتها باين اللي كان ما غلطش كان متأكد يعني كان متأكد بالتسلل الكرة لغازي غازي كريم محاولة لكن الكرة إلى التماس ولفريق اتحاد بن عباس عن طريق بالهادي رقم 2 ثم بخاري بخاري الكرة خطأ في وسط الميدان ينفذ مباشرة ناحية البحاري بحاري أتذكر جيدا أنه كان واحد من منقذي فريق مولودية وهران الموسم الماضي بعدما سجل أهداف عديدة وكانت مولودية وهران تعاني من شبح السقوط يعني عاد بقوة اللاعب البحاري وهو كان سجل واحد الهدف باقي تذكر فيه هو ريتورني سجل مسك الكرة بصدر وبخلفية سيزوك وتيزو روعة أحسن أحسن هدف في الموسم يمكن المحاولة لصالح صدام اللي يتدخل من هناك ويخرج كرة إلى التماس تماس لفريق اتحاد بن عباس اللي يضغط في هذا الشوط الثاني ضغط كبير وخطأ خطأ لفريق اتحاد بن عباس راح تكون تنفيذ المخالفة هذه لبن عطية شوف مساعد الحكم أشار إلى الخطأ لأنه كان قريب من النقطة وخطأ صعب جدا على الجهة اليسرى من مرمى الحارس شوشي خاصة أنه يكون بن عطية يعرف يقوس يعرف نعم. يعرف كيفاش يقوس الكرة ممكن كان هو تميش فيها عدة مرات في ضربات حرة نعم إذا بن عطية هو اللي راح ينفذ وأمام دفاع مولودية الجزائر والحارس شوشي ليحة وشوشي يلكم هذه الكرة وترجع لمصطفى جاليت دون خطأ والكرة لصالح فريق اتحاد بن عباس ويسجل هدف وتعديل النتيجة لفريق اتحاد بن عباس بعد تهاون من فريق مولودية الجزائر في الدفاع وظن فريق المولودية أنه متسلل ويسجل هدف التعادل لفريق اتحاد بن عباس من هو المسجل شعبان فريق اتحاد بن عباس يسجل هدف في التعادل وفرحة كبيرة لأنصار اتحاد بن عباس بعد المحاولة هذه من فريق اتحاد بن عباس شوف إعادة خرج على الخلف يساوي 18 إذن تسجيل اللاعب لهدف نعم شعبان اللاعب نصر الدين بحري إذن هو اللي سجل هدف التعادل في محاولة ويا من مترف حسين هدف التعادل كان في الدقيقة 54 في الوقت اللي كان يهضر عليه عبد الرحمن مهداوي سجل الهدف نعم وكرة وركنية لفريق مولودية الجزائر عن طريق مترف ويلة من مترف تدخل الدفاع ترجع الكرة لصالح مولودية الجزائر لكن للحارس مباشرة بن موسى وهذا هو الوقت الحاسم باش نعرف كيف دركا يا الطارة راح يعطي الدفع أكثر هذا التعادل للفريق بن عباس باش يمشي الأمام ويحاول على الفوز أم ما هو رد فعل تاع مولودية الجزائر يا الطارة يجيك عليك هدف كيف أنت تحاول ترجع لمستواك وتحاول باش تسجل هدف حتى نشاهد المدرب مختار عساس يطلب من لاعبيه التقدم ناحية الأمام ومواصلة الضغط. أيوة. وهذا الشيء اللي مطلوب عند الفريق لما يكون الشيء المطلوب لأن لما لو يرجعوا إلى الدفاع ممكن راح يديروا خطأ. يديروا أخطاء كثيرة إذن بوغاش لا يتفوق عليه الدفاع في وسط الميدان من يشير وقاسم الكرة لعبد الرحمن حشود و
لمولودية الجزائر في وسط الميدان عن طريق مترف. مترف حسين جليد. جليد خطأ. خطأ يرتكب على مصطفى جليد. يعني راح نعيش لحظات مليحة بعد تعديل النتيجة من جانب اتحاد بالعباس. هدف مقابل هدف. وانطلاقة جديدة بالنسبة للمباراة. بالنسبة لل حيوية أخرى. لعب آخر. والحيوية راح تكون من الجانبين سواء من مولودية الجزائر أو اتحاد بالعباس. المحاولة طويلة ناحية الحارس. كانت في رأسية من بلهادي يعني اللاعب اتحاد بالعباس. واسترجاع الكرة هذه من الحارس بن موسى سفيان. وحشود يشير في خطأ على على واحد من اللاعبين اتحاد بالعباس. بن عطية الكرة لمعزيز. وبونوا رقم 13 أو لبيوز عفوا 31 هو بونوا بينما 13 لبيوز. الكرة لفريق اتحاد بالعباس. بن عطية استرجع الكرة ناحية صايم ثم في وسط الميدان لفريق اتحاد بالعباس. حريش ثم بن عطية. بعيدة بعيدة ما لحقش عليها ولا بخاري ولا لاعب آخر. مباشرة التماس لصالح فريق مولودية الجزائر عن طريق بابوش قائد الفريق. شوف الإعادة هذه. معناتها معزيز بدون ما ينتظر يوزع الكرة ولما يكون تخلاو المدافعين صعدوا للأمام تخلاو على المراقبة ماهوش البحاري ماهوش البحاري اللي سجل. لا بن عيساوي. يبدو لبيوض هو اللي سجل هدف. أيوة. بحاري يحمل رقم 22. خالي خالي إذن خالي رقم 19 مسجل هدف التعادل. وخطأ لفريق اتحاد بالعباس. الكرة تلعب بسرعة. بنوا وخالي مسجل هدف التعادل ناحية البخاري. ثم طويلة وأرضية تدخل من بشيري مباشرة إلى التماس. التماس و لبلهد. بلهدي بن عطية. عبد المجيد يوقفها صدر لحريش ثم البحاري متسلل. البحاري متسلل في هذه اللقطة. الحارس الشوشي يطلب من فعلا كان رفع رايته والبحاري كان في وضعية تسلل. والكرة لفريق مولودية الجزائر طويلة عن طريق يشير. لا ترجع من الدفاع صايم ثم مرة أخرى صايم لحريش. حريش وصايم وبن عطية. بن عطية عبد المجيد توزيعة ناحية بالهادي. بالهادي يوقف هذه الكرة وخطأ. خطأ لصالح مولودية الجزائر. مساعد الحكم هو اللي أعلن عن الخطأ. اتحاد بالعباس هدف ومولودية الجزائر هدف. ذكر أن الفريق المولودية سجل هدف في الدقيقة 30 بعد طبعا تمريرة بالعقب من جليد ناحية مترف الذي سجل هدف السبق في الشوط الأول. وهدف التعادل كان من خالي في الدقيقة 50. ومحاولة من مترف. مترف طويلة لجليد وتدخل الدفاع عن طريق صايم. الكرة لجليد يتفوق عليه صايم. وانطلاقة ناحية بنوا. الحارس يسبق الجميع. حارس شوشي يخرج الكرة هذه التماس. الناس من فوزي شوشي يلعب دور كبير تغطية اليوم. وتغطية جميلة. هذا هو الدور تاع الحاكم تاع الحارس لما يكون آخر مدافع. نعم لعب يعني كليبرو حر يعني. أيوة. نعم. أيوة. ك
كمدافع حر وخاصة في هذه الحالة تاع تاع المرتد في حالة اللعب في هذا النفس يبقى يبقى لك مدر يبقى لك مدافع واحد وفي صراع انت الحارس يتقدم ويدير الدور تاع الليبيرو. الانطلاقة لفريق اتحاد بن عباس فتحة لكن بعيدة عن البحاري بعيدة عن البحاري ترجع ويسترجعها البحاري مباشرة لبنوة بنوة يحاول دخول منطقة العمليات الخوف من ضربة الجزاء من جانب دفاع بلدية الجزائر هذا كان تدخل بين حريش حريش فتحة ناحية من لكن لمسة يد لمسة يد من بخاري كانت واضحة شو تحس للفريق الاتحاد العباس يحاول باش يبحث على الهدف الثاني ما راشي جاليت بترف وكذلك كل مع ميشير في انطلاقة خاصة من المحاولات الفردية وثلاثي هذا اللي يؤدي في مقابلة جيدة بين طبعا جاليت ومترف واللاعب يشير لها ناحية المولودية الجزائر والكرة إلى الركنية ركنية يقول السيد فاروق ميال حكم هذا اللقاء أن بعد مرور 63 دقيقة من المقابلة صعبة جدا هذه المقابلة على الفريقين لأن العودة في النتيجة بالنسبة للاتحاد بن عباس بهدف مقابل هدف راح يعطي شيء آخر ربما للاتحاد بن عباس وهو التركيز على تسجيل الإصابة الثانية ويعطي نفس جديد آخر لفريق مولودية الجزائر من أجل كذلك إضافة هدف ثاني يضمن به النتيجة في هذه المباراة. مترف مترف طويلة وتدخل الدفاع الكرة عند قاسم 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 ومحاولة لمترف أرضية تدخل من صايم ثم بونوة بونوة وتوزيعة للأمام أمام الدفاع فريق حشود حشود ما طرحش المجال تماما للبحاري بالعباس تحس لي عرفوا كيفاش يخرجوا الكرة كسبوها من على اليمين وعرفوا كيفاش يخرجوا على الشمال هذا تحس لي الفريق بالعباسي راه يحاول باش يبني الهجوم ويحاول باش يلعب لعب جماعي ومنظم فيه يعني تنظيم احسن من جانب اتحاد بالعباس في الشوط الثاني هذا هو حريش تخرج كورته الى التماس يعني قول انا شفت التسديدات يعني في الشوط الاول تحريش كانت هذيك روعه ابدع في صح. يعني باليسرى وبقوه وترجع كره للحارس بن موسى سفيان ما انت تحس هذا اللعاب هذا حريش لو يكون في لياقه بدنيه حسنه وتحضير جدا جانب النفسي والبدني الجانب التقني يسمح له باش يدير يبدع في اللعب ويكون فعال في مع الفريق نتاعو غزل قاسم قاسم لبوغاش لا 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 تدخل واللاعب يندر بطاقه صفراء تعلم بطاقه صفراء لانه التدخل كان من الخلف على بوغاش من الابيض بيوض رقم 13 نشوف الاعاده يعني واضحه هذه اللقطه واضحه بت على اللاعب انه يتحلى اكثر بالطريقه ممكن يتعرض على بطاقه حمراء لما تجي على الخلف ودير نفس الحركه ما عندها حتى وبعيد اللاعب بعيد الميدان ما عندها ماهوش في ضروره ويا طويله شوف من حشود ماهيش في الاطار ولكن مشات مباشره يعني مباشره كان ممكن تغلط الحاكم الحارس الحارس نعم الكره للحارس لا في شوي نوع من الريح اللي هو تاني يسمع باش يعطي قوه اكثر للكره نعم لفريق مولوديه لان نعم. تلعب مع الريح وهذا تن ضروري يعرفوا يحافظوا على الكره ويلعبوها في رجل كما يقولوا باش ما يضيعوش كور نعم. لان ممكن الريح يغلط الكره
كرة لحارس. شوف هذا اللاعب هذا ممتاز ممتاز. بنوا ممتاز. انطلاقة على الجهة اليسرى بالهادي. بالهادي يحاول انه يفتح الى الامام، لا يفضل يمد كرة لبن عطية. بن عطية يوقف للابيوض ثم ترجع كرة طويلة وما فيش تسلل. حارش على الجهة اليسرى يحاول دخول منطقة العمليات، يتفوق عليه دفاع مولودية الجزائر مباشرة. لا 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 حتى بن عطية يعني غضب من اللاعب بالهادي لأنه كان الحكم قريب من اللقطة، وهذه لقطة زايدة يعني ماهيش في الروح الرياضية. في إطار اللاعب، في إطار اللاعب دار مخالفة رقم 2 ما فيش حقه باش يعاود يدير كما يقول لك، هذا حاكم موجود يكفي معليش، نبقى كلهم في روح رياضية. غازي ما تخلق شيء. غازي و اللاعب بالهدي، بالهادي رقم 2. إذا انذار لكل واحد منهما، ولهذا راح يلعبوا بحذر شديد. لو المدافع كان يتمسك في نفسه نعم ما ياخذش عليه انذار، معناتها هو زاد كما يقول لك دوك تلعب مع انذار، الانذار ثاني يساوي الطرد، يعني تكون ينقص اللاعب أيوة من أيوة من الامكانيات تاعه. يبقى 50% خاصه لان المدافعين يساوي خاصه هما مدافعين. نعم. هما مبنيين على الاندفاع البدني. نعم. على الكونتاكت، على ممكن المراقبه. نعم. لو ما يحافظش على نفسه لاندار ثاني يخرج بسرعه. ظن فيه ربما راح يكون تغيير بالنسبه لفريق مولودية الجزائر بدخول والي على ما يبدو، لانه في عمليه تسخين وإحماء. والكرة لبن عطية، لا يتركها لبنوا، وتدخل الدفاع مرة أخرى لصالح اتحاد بن عباس. الكرة صعبة ومحاولة من شوشي. شوشي اليوم نقول أنها مباراة شوشي لأنه دخل في عدة مرات واسترجع كرات خطيرة جدا وتدخلات موفقة إلى حد بعيد من الحارس الدولي السابق فوزي شوشي. وخطأ، خطأ على بوغاش، خطأ من اللاعب الأبيض اللي هو الآخر تلقى بطاقة. أيوة ضروري يحافظ، ضروري يحافظ. البطاقات الصفراء كثرت في هذا المقابلة. المقابلة تبقى متعادلة، هدف مقابل هدف. 69 دقيقة من المقابلة قوية، والحارس هايل هايل بن موسى سفيان أخرج كرة خطيرة جدا بعد تنفيذ هذه المخالفة من فريق مولودية الجزائر. كانت رائعة وجميلة من اللاعب ومن الحارس. الكرة لمترف حسين دائرية، والحارس يتدخل وإلى الركنية مرة أخرى. إلى الركنية من جانب مولودية الجزائر عن طريق مترف. الحارس بن موسى سفيان، بن موسى سفيان هو اللي راح، أو عفوا مترف حسين هو اللي راح ينفذ هذه الركنية. الحكم في حوار وفي حديث مع اللاعبين لاحترام القوانين، وتدخل الحارس ثم محاولة، وست أمتار، ست أمتار بعد التدخل أو هذه الركلة من حشود عبد الرحمن. عبد الحفيد، عبد الحفيد هناك نعم. تغيير في صفوف مولودية العاصمة بخروج اللاعب ياشير ودخول اللاعب والي. اي تغيير منصب بمنصب، مهاجم مكان مهاجم، والي والي اكثر وسط هجومي. يعني ربما هنا المدرب جمال مناد يريد اعطاء نفس اخر للقاطره الاماميه لمولوديه العاصمة. نعم، والي يحسن يعني فني، لاعب تقني جدا يعني الكره ودريبلينغ عنده. نعم يلعب الكرات القصيره، عنده امكانيات فنيه خاصة في المراوغات داخل الأطراف قريبا من المرمى. أيوة. وكرة لغازي على الجهة اليسرى. ويلي
دخوله منذ بعض الثواني فقط. وبابوش لوالي، الكرة دائما لصالح والي، وقاسم يفتح ناحية حشود، والحارس بقبضة بل بين أحضر الحارس بن موسى سفيان، طويلة الكرة هذه، وبشيري يرجع كرة لبن عطية. حقيقة بن عطية الكرات كلها في وسط الميدان تمر عليه، توزيع يوزع كرة ب يعني بذكاء، يعني وبدقة. أنا أقول متنهي. فنان والله، بكل صراحة أقول فنان في الميدان، في وسط الميدان الفنان. راه يحاول هو كما يقول لك، راه تقريبا ما نقولش 50%، ولكن يشارك في اللعب، واللعب الهادي واللعب المنظم واللعب بهدوء برزانة يعني. أيوة. كبيرة. بشيري في خطأ على بشيري، في خطأ على بشيري من البحاري. بشيري لاعب وداد تلمسان سابقا. سابقا ايوا. نعم. لا كان في تلمسان مشى للجايه. نعم. وتسنى راه في ورجع لي. أيوة. جالي من مدينه الجزائر. جاليت واللاعب خريج اتحاد من اتحاد مغنيه. ايوا من السابق. والمحاوله للبحاري لكن متسلل. أيوة. البحاري متسلل في هذه اللقطه. مساعد الحكم كان رفع رايته، والفريق من مدينه الجزائر لعب خطه التسلل وانطلاقة من البحاري. محاولة لفريق اتحاد بن عباس اللي خرج الكرة، ومترف ضيع له الكرة في وسط الميدان، ترجع للمحاولة هذه صعبة والحكم يعلن عن ضربة جزاء، لصالح فريق اتحاد بن عباس. يعلن الحكم في الدقيقة 73 السيد ميال، يعلن لي عن ضربة الجزاء. شوف شاهد حريش ثاني عنده هذا عبد الرحمن. شوف لا عرف في الحريش، عرف كيفاش معناته يسبب خطأ، يسبب في خطأ، تخلوا عرف والتحكك مع المدافع لما يكون تحكك. أيوة. امام اللاعب حشود. أيوة. امام اللاعب حشود عبد الرحمن. حريش كان ذكي في اللقطه، كان عارف كيفاش يمشي. اذا حريش يسقط داخل منطقه العمليات. الحكم السيد ميال يعطي او يعلن عن ضربه الجزاء، وحشود يتلقى الإنذار البطاقة الصفراء. الحكم السيد ميال أعلن عن ضربة الجزاء في الدقيقة 73. راح يكون حريش هو منفذ هذه الضربة، ضربة الجزاء أمام شوشي صاحب التدخلات الموفقة كذلك في ضربات الجزاء. وحريش اللي قلنا اليوم عبد الرحمن مهداوي قلنا انه لاعب ممتاز بالركلات تاعو بيسره، و ذكرناه حقيقه من السابق لاعب في المستوى. وهذه كان كما يقول لك اختبار اخر في التسديده تسديد الجزاء والجانب النفسي. تن ضربه الجزاء اذا ستكون كله موجود في هذه المباراه. نعم. ضربة الجزاء ستكون من حريش، ونزيد نكتشف أكثر على قدراته. حريش وجه لوجه أمام الحارس شوشي، ماذا سيفعل حريش؟ الحكم يطلب من اللاعبين الوقوف يعني أمام خط 18 متر. حريش إذن وشوشي. حريش يسجل هدف ثاني، لصالح اتحاد بن عباس بعد طبعا عودة فريق اتحاد بن عباس عن طريق خالي في الدقيقة 50 من الشوط الثاني بهدف التعادل. وحريش يسجل ضربة الجزاء لفريق اتحاد بن عباس، وفرحة عارمة لأنصار فريق اتحاد بن عباس بهدف الثاني للاتحاد.
أمام مولودية الجزائر في هذا اللقاء اللي قلت صعب. شوف تنفيذ ضربة الجزاء يعني شوشي مشى للمكان المكان المؤلم ولكن سبقاته الكرة. لا صعب صعب بالنسبة لحصيب حارسين ما أنت صعب الحارس وصعب تاني حتى اللعاب لنفذ الضربة الحرة. هذه استخدام مسؤولية كبيرة للشاب حريش وبين مهاراته وبين قدراته الفنية وبين كما يقول لك التركيز هو المستوى الفني الرائع. نقدر نقول أن فريق مولودية الجزائر كان أحسن في الشوط الأول سجل و يعني بلعب جماعي بلعب منظم وما لعبش طريقة الدفاع وتبقى الكرة لحشود عبد الرحمن ترجع من جانب بخاري. بخاري انطلاقة على الجهة اليمنى أمام ثلاث مدافعين من مولودية الجزائر منهم بابوش وترجع الكرة لفريق اتحاد بن عباس. يمرر مباشرة لبن موسى سفيان الكرة كاد يسجل ضد مرماه الحارس بن موسى سفيان. يعني هذه اللقطة صعبة وصعبة جدا وركنية ركنية حقيقة غريبة 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 تشوف التصرف الفريق اللي يكسب كرة ويعاود يرجع بعد لقطة يمشي يمد الكرة للحارس باش الحارس باش يوزعها مباشرة ياخذ المسؤولية باش يرجع في المكان قريب سجل ضده. يعني الكرة لو مشت المحاولة لصالح مولودية الجزائر تبقى وتدخل الدفاع وخطأ خطأ من بوغاش وبن عطية اللي يحاول تهدئة الوضع لحد الآن حتى وتكون فيه مخالفة حتى وتكون فيه الأمور يعني لكن المقابلة ما لازمش يعني تخرج عن إطارها الرياضي. هي كرة القدم أيوة نبقى ماسك باللعب فريق اتحاد بن عباس كان منهزم بهدفين بهدف لصفر رجع في النتيجة بهدف لهدف وسجل هدف ثاني ويبين لا طموحاته ويبين الإرادة الكبيرة اللي راهي مبنية عند اللاعبين حاولوا باش يفوزوا بالمباراة والشيء اللي يقدم عليها بنوة قبل الشوط قال لك ضروري نعاود نرجع للنتيجة وندير جهد أكثر. هذه الشيء اللي شفناه لحد الان بالعباس لحد بالعباس تحافظ دوكا باش راح تعمل كل وسعها باش تحافظ على النتيجه. ممكن راح تضيع كور ممكن راح تدير اخطاء والمول الجزائر راهي في اختبار اخر يا ترى قادره في ظرف 12 دقيقه الفريق ترجع الى النتيجه. وفريق اتحاد بالعباس او فريق مولوديه الجزائر بامكانه هو الاخر بامكانياته لا المباراه مفتوحه وحتى نعم. دوك حاليا لما تشوف هذه المباراه هذه التنقلات على اللاعبين تشوف لي كل شيء ممكن في اخر في هذه العشر دقائق الباقيه ممكن مولودية ترجع النتيجه ممكن الاتحاد العباس يرجع ولكن الهدوء ولا يكون تسرع ولا نتقلق باش المباراه تبقى في الروح الرياضية. إذن انذار للحارس بطاقة صفراء بعد تضييعه للوقت الدقيقة 80 من الشوط أو من المقابلة قد 10 دقائق على نهاية المباراة. فيه واحد من اللاعبين ربما يعلاوي على ما يبدو اللي راح يدخل في الشوط الثاني هذا بن عطية. ترجع الكرة لصالح فريق اتحاد بن عباس لكن لمست يد من بنوة وتقدم طبعا الإسعافات للاعب اللي ثم يرجع لمكانه. وكل من ناد جمال اللي طبعا يوجه في عناصر فريقه حتى يكون في المستوى المطلوب. والمحاولة لفريق مولودية الجزائر وست أمتار ضيع فريق المولودية يضيع ثلاث لاعبين أمام كرة لو كرة تنزل في قبل ما تنزل
كان لابد عليه ضروري عبد الحفيظ باش ما تاخذش كل ممكن عمار عبد الحفيظ تفضل. نعم شعبان هناك تغيير ثاني في صفوف تشكيلة مولودية الجزائر، سيدخل اللاعب نبيل يلاوي خريج مدرسة اتحاد مغنية اللاعب الثاني، وسيخرج اللاعب قاسم هادي. إذا قاسم يخرج ويدخل يعلاوي، يعني حتى أنه الهجوم يدعم باللاعب يعلاوي ليحسن التفاوض في الهجوم وترجع من حشود. والأخ شعبان لما يذكر ليعلاوي المدرسة المغنية يبيني مغنية معناتها متأقلمة باللعب المغربي تاع الغرب، وما عنده حتى صعوبات باش يدخل في المباراة مباشرة ويدير الشيء اللي عليه، وعنده أقدر استعدادات نفسية وتقنية باش يلعب ويدي المستوى تاعي يدي الدور تاعو. كذلك كان سبق له أن لعب في وداد تلمسان مع مصطفى جالي. شوف هذه المحاولة من بوغاش ثم محاولة لصالح مولودية الجزائر يضيعها، ولي تبقى الكرة لمعزيز يخرجها بصعوبة، ثم مترف من هناك يرجع هذه الكرة وخطيرة وتدخل الحارس. نعاود نرجع الأخ شعيب، شوف هذيك اللقطة تاع والي، لو والي راه في حالة في راحة طيبة كان ممكن يسجل. نعم يعني يضيع كرة كذا كرة حس لي راه في ضغط جيدة يعني راه معتب نفسيا غير في المستوى. نعم رجعت يعني الأمور صعبة من ناحية النفسية على رفاق والي. الكرة لمترف والي يبقى محافظ على كورتو ويفتح ناحية يعلاوي فتحة تدخل الدفاع ثم يرجعها بصعوبة فريق اتحاد بالعباس، ثم حريش وانطلاقة من بنوة، انطلاقة سريعة جدا يمرر على الجهة اليمنى، من هناك اللاعب الشوشي أو الحارس الشوشي طويلة ناحية مصطفى جليت وتدخل الحارس بن موسى سفيان. تقدم الإسعافات أولا للاعب اللي واقع على أرضية الميدان، الحكم يطلب من رجال الحماية المدنية التدخل وإخراج اللاعب بنوة اللي تعرض لإصابة. الدقيقة 84 من عمر المقابلة، والنتيجة هدفين مقابل هدف واحد لصالح اتحاد بالعباس. اتحاد بالعباس سجل هدفه عن طريق اللاعب خالي رقم 19 دقيقة 50، وأضاف عن طريق ضربة الجزاء طبعا هدفا ثانيا، بينما المولودية سجلت في دقيقة 30 من الشوط الأول هدف السبق في الشوط الأول، وكان ذلك من طرف اللاعب مترف. إذن مترف سجل للمولودية، خالي وحريش لاتحاد بالعباس. المحاولة تبقى للمولودية، أحسن ما فعل حشود يرجع كرة هذه لرفاق بن عطية، والحارس شوشي يتدخل يرجع هذه الكرة عالية أمام بوغاش لكن رأسيته بعيدة، ويدخل من جهة أخرى صايم ويرجع كرة لرفيقه الأبيض. البيوض يؤدي في مقابلة هو الآخر في وسط الميدان كما ينبغي، وكرة ناحية الهجوم وخطأ لصالح مولودية الجزائر. عبد الحفيظ نعم المدرب مختار عساس يرد على تغيير جمال مناد ويقحم لاعب وسط ميدان الدفاعي زياد مكان المهاجم بخاري. وما هنا يريد هذا تغيير تكتيكي باش يدعم اكثر الوسط ويحافظوا اكثر على الكره. كان خروج بخاري اللي ضيع في الشوط الاول، ضيع فرصه حقيقيه للتهديف، يخرج ويدخل زياد. دخول زياد الكره صعبه، والحارس بن موسى سفيان. شاهدنا شوط ثاني احسن، يعني
يقول الشوط الثاني احسن من ناحيه اللعب الجماعي. الحارس واقع على ارضيه الميدان، الحكم سيد فاروق ميال يطلب من الحارس العوده، لكن طبعا حارس المرمى يعود بعد ان تدخل او يدخل الطاقم الطبي للعلاج. عبد الحفيظ الحارس بطبيعه الحال عبد الحفيظ معي اللاعب ياسين بوخاري. لحد الان اتحاد بلعباس متفوق بنتيجه هدفين مقابل، يعني تمكنتوا من العوده وقلبتوا التاخر تاعكم بفوز. انا اقول لك الحمد لله، كنا خاصين 1-0 كما نقول لكم زي كنا مورال مليح دوزياميات ومين دخلنا بيلاميات نقول لك طبقنا لي كونساي تاع لونترينور كامل ودخلنا دوزيام ميطور رجعنا قاليزينا رجعنا في النتيجه والحمد لله ماركينا دوزيام بيت. وان شاء الله كما يقول لك نفوزوا بهذه المباراه باسكو انا محتاجين بزاف تسنقط باسكو ما يخفالكش بلي رانا في كلاسمون بين نحسنوا للمرتبه تاعنا وان شاء الله نفوزوا بهذه المباراه ان شاء الله يا رب. شكرا. الكره ترجع لفريق بلدية الجزائر في تباس لفريق اتحاد بلعباس. صار مولودية الجزائر على الصورة يتنقلوا إلى مدينة بلعباس والكرة للبحاري. البحاري كان أخطأ أمام دفاع مولودية الجزائر اللي راح يرفع ويرمي بكل الثقل نتاعو بكل ثقله من اجل طبعا تعديل النتيجه امام اتحاد بلعباس. شوشي فتحه طويله وتدخل الحارس بين احضان الحارس بن موسى سفيان. شوشي طبعا دفع بهذه الكره الامام ربما لاثاره شيء في دفاع بلديه الجزائر. ترجع الكره بوغاش وقف هذه الكره ناحيه غازي بلي مترف مترف يبدل تماما يبدل ناحيه الجهه اليمنى والموجود يعلوي يعلوي يفتح لكن تدخل الدفاع دفاع اتحاد بلعباس خرجها الى التماس و حريش اللي كان سجل الاصابه الثانيه عن طريق ضربه الجزاء ومحاوله من غازي. غازي كريم فتحة للأمام صايم من هناك تبقى الكرة ليعلوي لكن يدخل الدفاع يخرج هذه الكرة. حريش هو اللي رجع تماما لناحية الدفاع وبن عطية. بن عطية يبحث عن بنوة لكن تدخل حمزة صدام والكرة لصالح اتحاد لا لمولودية الجزائر عن طريق يعلوي وحشود. الشود في هذه الكرة ناحية بوغاش. بوغاش يحاول توزيع هذه الكرة ويتحصل على ركنية. ركنية لفريق مولودية الجزائر. والحكم الرابع بشير يشير إلى 5 دقائق كوقت بدل ضائع. 5 دقائق الوقت البدل الضائع طبعا لأنه كان فيه تضييع وقت كثير في هذه المباراة. ومترف حسين مترف حسين وتدخل الدفاع تبقى الكرة لصالح ولي. ولي مترف مترف وصاح يعمل بهذه الكرة مد كورته لولي رقم 10. ولي قوية هايلة شوف حقيقة كانت تسديدة قوية جدا من بلال ولي بعيدة شوف يعني ماهيش بعيدة كثير عن المرمى الحارس سفيان بن موسى. لما تشوف مبادرات هكذا في الميدان تحس لي اشياء جميله تسديده من بعيد قليله في البطوله نتاعنا وهذا ضروري نحب نشوف هذا النوعيه اللعب هذا ونوعيه التسديده. الكره لبنوة بنوة يفتح لي بن عطية. بن عطية من هناك ايش يعمل بهذه الكره شوف مليحه هيله هايلة من اللاعب حقيقة وزع كرة ذكية جدا اللاعب بن عطية. شوف كيف حاول انه
غلط كلهم، غلط كل الجميع يعني، غلط الجميع حتى ممكن كانت من البيوت الجميع اخطأ يعني الاتجاه نتاع الكرة حتى رفاقه يعني خطأ غلط كله. احنا نعم. عدة مرات نشوفوا اللاعبين يمشوا كلهم من امام نعم. لانه لو كان يسدد لكانت الزاوية مغلقة من الحارس الشوشي. لا ولكن هذه تبين مستوى اللعاب اللي عنده خبرة، خبرة وزيادة خبرة. يشوف كما يقول يشوف منيح اللعب ويقرا منيح اللعب، ولما وشاف زميله جاي من الخلف هذا شيء جميل. حريش والكرة لصالح فريق اتحاد بن العباس عن طريق البحاري. لا أخطأ البحاري يعني التوزيع نتاعه يعني كانت ذكية ولكن اللاعب ما تبعش الكرة إلى التماس، تماس لفريق اتحاد بن العباس على الجهة اليمنى مليحة، وتدخل من جانب فريق من بن عطية عبد المجيد اللي كان وراء هذه الكرات حقيقة اليوم أدى ونفسياً الدقائق الأخيرة هذه راح تأثر. شوف نوعين، شوف مدربين في اثنين، معناتها الطاقم الفني راه في حالة نفسية صعبة، صعبة جدا، صعبة للغاية. مدرب اللي حاب يحافظ على النتيجة ومدرب يحاول مترف محاولة النتيجة. تدخل الدفاع، الدفاع دفاع اتحاد بن العباس في الشوط الثاني ما ارتكبش الأخطاء اللي ارتكبها خلال الشوط الأول. الكرة لولي، ولي يمرر ناحية بوغاش ووضعية تسلل، وضعية تسلل يعلن عليها مساعد الحكم، رفع رايته مساعد الحكم يشوف الإعادة والتسلل واضح، تسلل واضح. وبوغاش، وهناك تغيير آخر في صفوف اتحاد بن العباس بدخول المدافع طارق بوغنجة وخروج اللاعب هواري حميش مسجل الهدف الثاني. وأخ شعبان كمل مع بوغنجة، أقول هذا وليد بن العباس، هو كذلك خرج مدرسة العباس ومشى البجاية ومشى بعد النوادي حتى الأرزي وحقق الصعود مع فريق اتحاد بن العباس الموسم الماضي. أيوة. هو واللاعب هواري حميش المستخدم. أيوة. من فريق سيدي علي من مستغنم والذي يلعب للموسم الثاني. حريش هو مسجل الهدف الثاني بضربة جزاء بعد التوغل في منطقة العمليات. طويلة هذه الكرة ناحية بحاري، البحاري ثم ترجع ليعلاوي، يعلاوي وخطأ، خطأ من بوغنجة. يعني نقدر نقول انه التغيير هذا تغيير تكتيكي اكثر منه شيء اخر، وربح للوقت. نفسي باش يعطي اكثر فعالية شوشي، والدفاع دخل مدافع شوشي في وسط الميدان طويلة وللحارس سفيان بن موسى. تبقى الكرة لصالح فريق مولودية الجزائر، محاولة خطيرة وتدخل الدفاع، فرصة خطيرة جدا لدفاع لمولودية الجزائر لتعديل النتيجة، لكن دفاع قوي من اتحاد بن العباس والحارس. كانت اللقطة صعبة جدا على الحارس، نشاهد من الإعادة كيف التدخل كان من جانب الحارس والدفاع في نفس الوقت، وتسديدة قوية، لكن دفاع اتحاد بن العباس رجع وبقوة في هذه المواجهة وأخرج كرة خطيرة من على الخط. 2-1 بين فريق مولودية الجزائر صاحب المرتبة الثالثة وفريق اتحاد بن العباس الذي يكسب الرهان لحد الآن بهدفين مقابل هدف واحد. إذن الكرة تبقى خطيرة وتخرج 6 أمتار، 6 أمتار للحارس بن موسى. طبعا الوقت الرسمي انتهى، الوقت البدل الضائع، والسيد فاروق ميال بعد لحظات راح يعلن عن نهاية المباراة التي قلت فاز بها أبناء المكرة بهدفين مقابل هدف، بعدما كانت مولودية الجزائر متفوقة بهدف لصفر في الشوط الأول من تسجيل مترف. إذن هدفين مقابل هدف لصالح اتحاد بن العباس، ويكسب
أو يكسب رهان.